مرور 120 سنة على أول عرض، نحتفل بمرور 60 سنة على تأميم قناة السويس. وتأميم قناة السويس ده هو الحدث الأعظم في تاريخ مصر في القرن العشرين. وما استطاعه من عدوان ثلاثي وانتصار على هذا العدوان سياسيا، بنحتفل السنة دي بالسينما والمقاومة. وداخل إطار السينما والمقاومة اللي بنحتفل بيها، بنحتفل أيضا بالقدس، السينما العربية. طب ليه القدس واحنا بنحتفل بالسينما والمقاومة بشكل عام؟ يعني الدول اللي عانت كتير من الاحتلال والإرهاب، احنا دايما بنختار دولة من الشمال ودولة من الجنوب، يعني دولة من أوروبا ودولة من الدول العربية، دي الشرف للمعركة. اخترنا اليونان، واليونان عانت كثيرا ودفعت مثلا كبيرة ضد الاحتلال التركي. وعندما نظرنا للوطن العربي لقينا ان احنا في أزمة، ان احنا كلنا بنقاوم.